امس سين امس الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا من داخل مزرعه المعلم سعيد ناصر من قريه كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره، وتعالوا شوفوا اسعار العجميات اللي تحت العشر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مساء الخير يا معلم سعيد، كل سنه وحضرتك طيب، الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. لبنيه ولا كسر حاجه؟ بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كسر سنه واحده يا عمو، كسر سنه واحده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله عشان المصابين. الله اكبر. تطلع من رباط الصلاه على النبي الاحمر يا عمو. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. يعني تمشي لحمه تحت العشر عادي؟ اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. تمشي لحمه تحت العشر يا جماعه، الذر والحلبات والجوايم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ثمنها كام بمرد اللبرد؟ واحد واربعين الف ونص يا جماعه تحت العشر يا. بسم الله ما شاء الله. يعني اللي ياخد يطلق عليه على طول، يطلق عليه جاهز. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الخليط انجليزي يا جماعات. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. لبنيه يا حاج سعيد ولا كسر؟ لا دي حاجه لبنيه. لا صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. يوم 10. بسم الله ما شاء الله على مهله. الله اكبر الله اكبر. لبنيه يا عم، لبنيه ما كسرتش ولا سنه يا جماعه. خليط انجليزي تحت العشر برضو. اللهم صل عليك يا نبي. عامله كام يا حاج سعيد؟ عامله 42. بسم الله ما شاء الله. 42,000 يا جماعه. ولبنيه ما كسرتش ولا سنيات تحت العشر. اللهم صل عليك يا نبي. رقم ثلاثه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. لبنيه برضو. لبنيه ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. لبنيه يا جماعه ما كسرتش ولا سن. الله اكبر. عامله ايه يا صاحبي؟ صل على النبي. 38,500. 38,500 يا جماعه تحت العشره. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. رقم اربعه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 40,700. بسم الله ما شاء الله. لبنيه برضو ولا كسر حاجه؟ شكل به لبنيه. لبنيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. خش على رقم خمسه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. رقم خمسه وخمسه وخميس عين كل حسود. الله يكفينا شره. بسم الله ما شاء الله. بس شهرين ثلاثه بالصلاه على النبي الواحد ب 60,000 و70,000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يفتح بيت بمرد الله يا جماعه، العجميات اللي تحت العشر تحت عامله ايه مره اخرى؟ نعم. هي دي 43. 43 رقم خمسه يا جماعه تحت العشر برضو. هناخده رقم سته. بسم الله ما شاء الله. شباب خليط براون يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل عليه كنب. الله اكبر. براون دي يا عمو. بسم الله ما شاء الله. لا لا كسر جوز دي يا عمو. كسر جوز. الله اكبر. كسر جوز يا جماعه. عامله ما حد سعيد. 45,500 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اخر اثنين هم تفاحتين صلاه النبي عليهم. اللهم صل عليه كنب. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. لبنيه برضه يا عمو. لبنيه برضه؟ اه. بسم الله ما شاء الله. الاثنين اخوات يا عمو. الاثنين اخوات. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عاملين 84,000. الاثنين ب 84,000 يعني العجميه ب 42,000 يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. مال وحلاوه. ربنا يبارك في المال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. اللهم صل عليك يا نبي. عند المعلم يوسف والسيد ومحمد عبد الله. المعلم يوسف والمعلم السيد والمعلم عبد الله. الله اكبر. عبد الشرف. الله يبارك لك. العرض بيتكلم على نفسه. العرض بيتكلم عن نفسه. الاثنين التوأم اللي ربنا يخليهم لاهاليهم. الله يبارك فيهم يا رب. اللهم امين. واللي عنده ربنا يخلي له، واللي ما عندوش ربنا يديه على دماغنا يا رب. يجينا على دماغنا. الله يبارك لك يا معلم سعيد. ادينا الرقم يا صاحبي. 010 6 49 60 30 9. الله يبارك لكم ويصلح حالكم.
قرية كوم زمران مركز الدلنجات محافظة البحيرة. اللي عايز عجميات تحت العشرة جماعة أولاد حسيب الله يبارك لهم، عندهم مصداقية بما يرضي الله، ربنا يصلح حالهم وحال الجميع يا رب اللهم آمين. الدكرين الشعاري دول عمر قد إيه كده حاج؟ دول 3 شهور يا رب. 3 شهور بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش رضاعة بياكلوا كده؟ لا بياكلوا بياكلوا قدام ونشوف الحلقة. بسم الله ما شاء الله الله أكبر. بياكلوا يا جماعة زي ما أنتم شايفين أهو، اللهم صل عليك يا نبي. كام وكام يا حاج والله؟ قدامهم هم الاثنين عاملين 25,500 يا ابني. الاثنين ب 25,500 اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله الله أكبر. عايز نيت كبير موجود هنا؟ نعم؟ في نيت لو عايز نيت. النتايات اللي جوا دول؟ بسم الله ما شاء الله. ما تيجي يا حسيب الناحية دي كده، انت واقف بره ليه؟ حسيب بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عامله كام النتايه الاولانيه دي برضه؟ عامله 25,500. 25,500 يا جماعه، يعني ان شاء الله قدامها ما تبقى تحت العشر؟ لا قدامها شهرين. شهرين وتبقى تحت العشر الله اكبر. والثانيه ديت بسم الله ما شاء الله دي ب 31,000. دي ب 31,000 يا جماعه اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الماس صلاة النبي عليه وقت ربنا يبارك للمال أصحاب المال دول تحت العشر. تحت العشر دول تحت العشر بسم الله ما شاء الله موجود يعني تحت العشر برضه لو حد عايز حي. الله أكبر. عاملة كام الأولانية تحت العشر يا دي؟ عاملة 35,000. 35 تحت العشر. واللي فرحها ب 38,500. 38,500 والاثنين اللي فوق برضه لحم دول برضه دول لحم الاثنين بسم الله ما شاء الله. 45 الواحدة يا جماعة بسم الله ما شاء الله على عجميات اللحم. السيد يوسف الله يبارك لهم بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الشعار يا جماعة بسم الله ما شاء الله الله أكبر. حطها بس يا حسيب الله أكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الله أكبر. التوأمان يا جماعة أمة ربنا يبارك فيهم ويخليهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب الله يبارك لكم. ادينا الرقم حج سعيد ناصف يا جماعة اللي عايش شعاري جاموس والنتايات تحت العشر الله أكبر. 010 6 4 9 60 30 9 الله يبارك لكم. أولاد ناصف يا جماعة الله يبارك لهم. قرية كوم زبران مركز الدلنجات محافظة البحيرة. اللي عايز ذكورة شعاري جاموس واللي عايز نتايات برضه تحت العشر. نيت جاموس برضه عجم عشر موجود. موجود العجم العشر برضه. العشر الله يبارك لكم. العجم البقر موجود يا رب. العجم البقر والعجم الجاموس يا جماعه موجود، كل حاجه موجوده عندهم الله يبارك لكم. بيجي على دماغنا من فوق. حبيبي يا غالي ادينا الرقم. على دماغنا من فوق يا رب. 010 010 6 49 60 30 9 الله يبارك لكم. المعلم سعيد ناصر يا ابو كوم زمران. المعلم سعيد ناصر كوم زمران الله يبارك لكم. اي حد يتواصل معاكم تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه الله يبارك لكم ويصلح حالكم. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.